مين ما كاتب اسمه اليوم؟ تجربة برنولية. اليوم توقع فارج جبار لعام 2011. أقوى سؤال احتمالات لهذا العام، عارف عم تصور هالحكي ولا لا؟ يلا بلش. صور خالص. صور. تجربة برنولية. توقع خاص شخصي مني لهذا العام. العام الماضي لأنه كان محذوف. والعام قبل الماضي ما اجا، فهالسنة الجاية ان شاء الله وعلامته سهلة جدا 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 ومضمونة. اول شيء لازم نعرفه شو يعني التجربة برنولية. نقول عن تجربة برنولية، نقرأ المقدمة مع بعض شباب. صفحة كم؟ خمسة. صفحة خمسة. تجربة برنولية صفحة 5. اقرأ المقدمة. بيكون عندنا تجربة، يكون عدد مرات تكرار التجربة N مرة على نحو مستقل. يعني نحن مثلا عم نعمل امتحان 5 مرات، هاي تجربة عم نقوم فيها 5 مرات. مثلا عم برمي قطعة النقود 5 مرات، هاي تجربة عم بعملها 5 مرات. مثلا عم برمي قطعة النرد، حجر النرد 5 مرات، هاي تجربة عم قوم فيها 5، وهكذا. شو يعني على نحو المستقل؟ يعني مثلا عم برميها ثاني مرة ما لها علاقة بالمرة الأولى، مثلا عم بعمل امتحانات، ثاني اختبار ما له علاقة بالاختبار الأول، وهكذا. ونهتم بوقوع حدث محدد، مثلا بالنجاح. بدي أحكي عن نجاحي. هذا حدث محدد. مثلا بقطعة النقود، راح أحكي عن ظهور الشعار. هذا حدث محدد. مثلا بحجر النرد راح احكي عن ظهور عدد زوجي. هذا حدث محدد، وهكذا. احتمال وقوعه بي نجيبها من التجربه، وعدم وقوعه كيو، ونريد حساب احتمال تحقق الحدث عددا كاملا المرات. مثلا سالتك كم مره راح يطلع معك شعار، او قلت لك شو احتمال انه يطلع الشعار مرتين. هي هي الكي. بنشوف هلا بالتجربة كيف. أهم شيء أنت كيف رح تعرف إن التجربة برنولية؟ طب الأمثلة اللي بتجينا مثلا بالامتحان، رح أعطيك أنا من الآخر كيف تمرق معك تجربة برنولية. بيكون معك رمي مثلا قطعة نقود عددا من المرات، فهذه تجربة برنولية. أو رمي عدة قطع نقود، يا القطعة ومر، يا القطعة نفسها عم تكب عدد من المرات، ترميها عدد من المرات، يا ما عم ترمي عدة قطع. أو مثلا رمي حجر نرد عددا من المرات، أو رمي شو؟ عدة أحجار نرد معاً، عدة قطع نقود معاً، يعني مع بعض كبيت عدة قطع نقود، كبيت عدة أحجار نرد مثلاً. كمان بشكل عام أي لعبة شوفها نقوم بها عدد من المرات، هاي بشكل عام. مثل اختبار نقوم به عدد من المرات،
مثلا انا بعمل مذاكرة عددا من المرات، هذه برنولية. وفي حال نادرة ما بيعرفوا الطلاب يعتبر السحب على التتالي مع إعادة تجربة برنولية، وهي حالة نادرة. يعتبر السحب، طبعا نحن ما بدنا نعتمد بهالحالة، ما بنعتمد على برنولي ابدا، عم عندكم طريقة ثانية. بس هي تعتبر تجربة شو كمان؟ برنولية، السحب على التتالي مع إعادة. طول مخطط على السريع، بس تشوف واحدة من هدول بالامتحان يعني بدك تحلها على برنولي. بلا حكي. توضيح على هاي مثل هلا صوتك عم يطلع جوا التسجيل بلا حكي. سحب عدة أشياء بآن واحد عددا من المرات أو على التتالي مع إعادة عددا من المرات. عشان ما أعذبكم بالوظيفة كتير رح أعطيك وين موجودة بالبنك ملحق الجزء الثاني المسألة الخامسة. الطلب الثالث هذا تحله عبر نول. هذا تطبيق على التتالي مع إعادة ببرنول، حالة نادرة بالامتحانات، نادرة جدا، ولكن يمكن أن نطبق عليها برنولي على السريع. جو برجع بعيدة، مثل سحب عدة أشياء بآن واحد أو بآن معا على التتالي مع إعادة عددا من المرات. اقرأ المثال عم بحكي عنه بتفهم شو قصدي. ملحق الجزء الثاني المسألة الخامسة الطلب الثالث. طيب بدك تحفظ قانون برنولي. قانون برنولي بيشبه قانون ثنائي الحد اللي حفظناه البارحة. قانون ثنائي الحد شو كان؟ انتبه. تي ار يساوي توافير ان ار باوس ان ناقص ار بكيو اس ار سوري بي اس ار. هذا القانون اخذناه البارحه. قانوننا اليوم برنولي نفسه، ولكن انتبه شو بدي اعمل عشان يسهل عليك حفظ برنولي. برنولي نفسه ولكن بتشيل ار وتحط بدالها كي بالرمز، بتشيل ا بتحط بدالها كيو، بتشيل بي بتحط بدالها بي. بيطلع معك قانون مين؟ قانون برنولي. إذا شو هو قانون برنولي؟ بيكتبوا مع بعضهم احتمال أي حدث، مثلا كي، رمزنا كي، هو يلا توافير قلنا بدل الار كي بتصير ان كي ضرب
بدل الـ A Q Q أس N ناقص K، وبدل الـ B B B أس K. القانون موجود عندك بالصفحة 5 على اليسار. فينك تكتب جنب القانون نفسه قانون تي ار ولكن هدول. اذا بدل الار كي، بدل الار كيو، بدل البي بي، لانه الطلاب بالامتحان بفوتوا بالحيط، بصير يخربط بين هالقانون وهالقانون. هن القانونين بيشبهوا بعض كثير، بس فيها المميزات الفريده لهذا القانون. هذا القانون عليه علامه لازم نذكره بالامتحان. راح نحل الان مفاجأة جميلة لإلكم. دورة الـ 2017 اللي حليناها من شوي بالمخطط رح نحلها نفسها ببرنولي. فلذلك لما اجت هذه الدورة بالامتحانات، عالم اللي بيعرفوا برنولي حلوها برنولي يقولوا سهل برنولي، واللي ما أخذ برنولي أو ما فهمان برنولي أنقذ نفسه عن طريق مخطط اللي عملناه، ينحل عن طريق المخطط. هلا نحن بدنا نحله عشو عبرنولي. عارف كيف بدنا نعرف انه الصوت شغال؟ طفي عم شغل الفيديو بتاعك. شو طفي؟ قول كل شيء سجلناه شو؟ عم نعمل فيديو جديد. في اضاءة بالسماعات؟ في في خلص شغال. لا اذا في اضاءة شغال، بس لا تحط السماعة هي الله يهديك. طلعت صوت صامت مثل تسجيلات الاحتمالات كلها الله يسامحك. ما انا استاذ جميل. وين هي الممضوع؟ الحلقة اليسار يدور، الحلقة اليمين يدور. يا شوي تابع من عيدة فداهم الطلاب. شو عندي الشغلة؟ أنا مكتوبة ظهري عيادة أصلا. ما في غير بعيد هالدروس. تبعني. طاح دورة 2017 يلا. وين صرنا؟ صفحة 5 التجربة صفحة 5 هذيك حليناها بطريقة المخطط خلصنا منها صفحة 10 رجع على الصفحة 5 نحن بالصفحة في تجربة رمي قطعة النقود 3 مرات احسب احتمال الحصول على الوجه اطش مرتين. ركز معي، ركز. رمينا قطعة نقود، أول كلمة متوازنة، كاتبين متوازية هون، حتى مطبعي اعملها متوازنة. شو يعني متوازنة؟ اكتب فوق منها احتمال أطش يساوي احتمال تي يساوي نص. شفتيها متوازنة؟ هذا مثال ما هذا لك يا قلبي. قبل دورة 2017 في مثال تحت الفقرة. شو بكم؟ جبتوا النظارات من عند لطفي؟ مش على بيطفي؟ مش الحال؟ خرجي الله يسلمك. شو يعني متوازنة؟ يعني احتمال اتش يساوي احتمال تي، شو بيساوي؟ نص. فلا تدور على الارقام هدول، انت رح تكتبهم من عندك. بس يقول لك متوازنة. نسيت أقول شغلة، إذا قطعة نرد متوازنة، حجر نرد متوازن، شو بيكون الاحتمالات؟ 1/6 لأنه في هناك 6 حالات، أما شو في حالتين. طيب 3 مرات عم نرميها 3 مرات، هيدي الثلاثة شو مين بيقول لي؟ هاي الـ N. برافو. طب فوق منها N صغيرة، هاي عدد مرات القيام بالتجربة، N صغيرة. كمل. احسب احتمال الحصول على الوجه اتش مرتين، هالاثنين شو؟ كي. اكتب فوق منها كي تساوي 2. بشار علوح ابوك سماك بشار لتصير زلمه، مو ضل طحانك مال بجنبك. هلا فرجيك زلمه ولا لا بعد الحصه. ثالث مره شوفك عم تحكي مع هذا يوسف يلي ابوه سماه يوسف، ما بيشبه في شيء من يوسف عليه السلام. لعنكم الله. العالم بيقولوا اسم ابو سما، هدول بالعكس. الان صرنا بنعرف الكيو، نسينا نحكي. لا حكينا عن الكيو، لا ما حكينا عن الكيو. احتمال الشعار الله نص. طب شو الكيو؟
الكيو هو واحد ناقص بي، يعني واحد ناقص نص تطلع. عرفنا البي وعرفنا الكيو وعرفنا الان شو بدهم الان؟ بدهم احتمال الحصول على الشعار مرتين، يعني بدهم منك انتبه بدل كاش بتكتب له اثنين. اذا بدي منك الان احتمال اكس تساوي اثنين، يا احتمال اكس تساوي اثنين. توافق طبق القانون، الان كم؟ ثلاثة. الكام؟ اثنين. بي كمل القانون، الكيو نص اس ان ناقص كي، ثلاثة ناقص اثنين واحد، في نص اس صفر. انا اسف اثنين كي عدد المرات. بجوز انتو كاتبينهم بالعكس نفس الشيء. حساب الجواب توافق الثلاثة اثنين ثلاثة، بارحة اذا عددين ورا بعض بيطلع الكبير، ثلاثة بنص بربع. شو الجواب؟ ثلاثة على ثمانية. تأكدوا لنا من الجواب صح؟ طيب بدنا نعمم المسألة أكثر، نروح على دورة 2017. لدينا تجربة، تجربة إلقاء قطعة نقود ثلاث مرات. شو هي الثلاثة؟ N صغيرة، يلا N تساوي ثلاثة، وليكن X متغير عشوائي يدل على عدد مرات ظهور الشعار. شوف ركز على الجملة، كل ما يقوله متغير عشوائي دور يدل على شو. لون الجملة، عدد مرات ظهور الشعار. مباشرة رح اضرب فريم وطلعه فورا، رح طلع عدد مرات ظهور الشعار معناها شو هي الاكس اوميجا. يلا اكس اوميجا كم مرة بيطلع الشعار بهذه التجربة؟ يا ولا مرة، يا مرة، يا مرتين، يا ثلاث. بالامتحانات إذا مخك جحش ما عاد تعرف تطلع عدد قيم أوميجا، يعني حالات الكي. حال هدول حالات مين هدول؟ حالات الكي. فتذكر دائما شغلة كثير حلوة، طب جنب المسألة، في تجربة برنولية أو في تجربة العالم برنولي دائما كي تأخذ القيم. في تجربة برنولية دائما كي تأخذ القيم من صفر حتى ان. يا سلام، يعني المتغير العشوائي بده يكون دائما من الصفر للان. الان بتجربتنا شو؟ بس يسكر مخ. كل تجارب برنولي هيك تمام؟ من الصفر اجباري، لانه ممكن ما يطلع ولا شيء. شو بدهم؟ تعال نكمل التجربه. نسينا نحكي قطعه النقود متوازنه ولا لا؟ وين؟ اظنها متوازنه شيء؟ ما قايله متوازنه، كمل السؤال معناها. وليكن احتمال ظهور شعار ثلث، معناها البي ثلث. معناها الكيو شو؟ واحد ناقص ثلث، تطلع اثنين عنها. هن بيعطونا البي اذا ما كانت متوازنه. هلا بدهم ما هي القيم؟ كتبنا له القيم. بدهم جدول، نظم جدول. الجدول كم حالة هن؟ صفر واحد واثنين وثلاثة. هون كي، هون احتمال اكس تساوي كي، نفس الار اللي كتبناه بهذيك الطريقة. بدك تحسب كل واحدة منهم. بنبلش بالصفر، احتمال اكس تساوي الصفر، معناها هي مين هاي؟ الكي. وين القانون؟ يلا توافيق الان كي، الان شو؟ ثلاثة. الكي صفر. ضرب كيو، قديش الكيو؟ اثنين على ثلاثة. اس ان ناقص كي، ثلاثة ناقص صفر ثلاثة. ضرب بي، البي شو؟ ثلث. اس كي، الكي صفر. هيك بنحسب توافق احتمال الصفر. شو بيطلع الجواب؟ توافيق 3 0 1 2 على 3 للتكعيب 8 على 27. اي عدد اس 0 1. الجواب 8 على 27. بنروح على الجدول شو بنكتب؟ 8 على 27. تاكدوا لنا من الجواب بس بالطريقه اللي حاليا وين حل عندك؟ يلا الواحد، الواحد بدل كي، انتبه بس بدي اغير انا هون على اللوح، انتبه حلو لعبك.
شيل الصفر شو بكتب بدالها؟ واحد. هاي شو بتصير؟ واحد. اثنين على ثلاثة. ثلاثة ناقص واحد. اثنين. وهذيك شو عم تصير؟ وبحسب الجواب. طبقنا القانون مباشرة. حساب الجواب. 2 للتربيع 4 على 3 12 على 27 بنحطها هون 12 على 27 الاثنين ما حاسبينها حاسبينها ولا ما حاسبينها؟ حاسبينها شو طالع معهم؟ 2 على 9 بترك على 27 بتختصر 6 على 27 والثلاثة شو طالع عندكم؟ 1 على 27 طبعا هن مختصرين وكاتبين 2 على 9 كيف بدي اتاكد شغلي صح؟ هلا حكينا من شوي جودي على اللوح قلنا بنجمع هدول لازم يطلع 27 على 27 اذا شغلنا صح. لاحظ هذا الجدول هو نفس الجدول اللي حليناه بطريقه المخطط بس بطريقه ثانيه واللي هي طريقه برنولي. هذيك اخذت العلامه وهذيك اخذت العلامه وكلا الطريقتين مقبولتين. هلا الحلو ببرنولي شغله مميزه. برنولي لما بدك تيجي لتحسب اي اكس ما في داعي تاخذ قانون السيجما فقط ببرنولي مسموح تقول ان بي بي بيطلع نفس الجواب. الان عدد المرات 3 والبي شو الاحتمال؟ ثلث. روحا مع بعض طلعت 1 من شوي حسبناها بالطريقه الثانيه كانت 1. وببرنولي التباين كمان له قانون جاهز واللي هو ان بي بي بكيو ان بي بي بكيو ان 3 والبي تلت والكيو 2 على 3 شو عم طلع الجواب؟ 2 على 3 وهو نفس جواب التباين اللي طلع معنا من شوي تمام؟ هلا واحد من الاستاذ انا حليتها هيك رجعت نسيته لهذا حليت التوقع مثل هذيك مقبوله هذيك الطريقه العامه وهي مقبوله اذا هذول فقط وين؟ لما بيكون عندنا تجربه شو اسمها؟ برنوليه صعب؟ مين عنده سؤال؟ طبعا هذا برنولي غير برنولي تبع الفيزياء هذا ابن عمه لهذا فلذلك انت بالكيمياء بتشوف برنولي بالفيزياء بتشوف برنولي وهي عائلة برنولي فهي عائلة شاطرة كثير فمطلع عدة علماء مثل عائلتك ما شاء الله وانت اول هؤلاء العلماء. قبل ان نطوي ملف برنولي سنذهب الان مع بعض معلش سامحونا نص فصحى نص عامية المهم عم تفهم الى بنك التمارين ننكش هالبرنوليات مع بعض يلا افتحوا لنا هالبنك عشان ما يقولوا استاذ ما عم تعطينا افكار البنك خذوا افكار البنك مفكرين عم بعطي لطلابي بالقاعه غير اللي عم بعطي عنه نفسهم والله صفحه 13 اول وحده برنولي ليش؟ تبع كيف بدي برنولي نلقي خمس قطع نقود متوازنة في آن بدل ما نكب القطعة الواحدة نلقيها مرة خمسة خمس قطع معناها هيدي الان تساوي خمسة هاي قمنا بالتجربة خمس مرات احسب احتمال طب قالوا متوازنة شباب معناها البي نص والكيو نص احسب احتمال ظهور الوجه اتش مرتين على الاقل يعني شو بتكون الكي؟ لا يا اثنين يا ثلاثة يا أربعة يا خمسة لأنه لك على الأقل إنه بناخذ من اثنين طلوعا للخمسة للأعلى خربطنا بالمجموعة الأولى من شوي قلنا لهم اثنين للأسف مثلكم هيك صار أنا قلت لهم مرتين أنا عم بقرا الورقة من بعيد قالوا اثنين قلت أوكي ما انتبهت على كلمة على الأقل دير بالك على كلمة على الأقل يعني من اثنين وطالع بدك تحسب الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة وتجمعهم وتجمعهم على الاكثر 2 1 0 اذا بالعكس وبدك تجمعهم اكتب ثم نجمع ليه بدي اجمع؟ لانه الجمله المعبره هو بده كلهم مع بعض يعني اما 2 او شو يعني زاد او 3 او 4 او 5 اللي بعده نلقي خمس قطع نقود معناها ان 5 متوازنة معناها البي شو؟ نص والكيو نص وليكن اكس متغير عشوائي يدل على عدد مرات ظهور الشعار من شوي قلنا انه بياخذ نص صفر للخمسة اذا اكس اوميجا بتكون نص صفر 1 2 3 4 5 طبعا بدل اكس اوميجا فينك تسميها كي ما في مشكلة
نظم جدول، يعني حسب كل واحدة منهم لحال حطها بالجدول. يا ما تكتب بتقول الأفكار. يا السؤال الثالث معبين لنا جدول ليكن إكس متغير عشوائي يمثل عدد النجاحات. قبل ما نحل السؤال الثالث، كم مدة التسجيل؟ 24. 24 احفظه بالله احسن ما يروح. شوف اذا